يقول أنا من القصيم وعندي غرض في جدة. يقول أنا من القصيم. أي نعم. يقول وعندي غرض في جدة قد يستغرق 3 أيام، وأنا أريد العمرة وطريقي يمر من ذي الحليفة، من أين أحرم؟ تحرم من ذي الحليفة، إن شئت تذهب إلى مكة على طول وتأدي العمرة وتخرج إلى جدة لأعمالك، وإن شئت تذهب إلى جدة وأنت محرم تخلص أشغالك وأنت محرم ثم تنزل إلى مكة وتؤدي العمرة. المهم لازم من الإحرام من الميقات الذي تمر به على طريقك. نعم.